بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. مساء الخير، مساء الأمل، مساء التاريخ. مساء التاريخ إن شاء الله النهاردة تسطير بطولة جديدة وتاريخ جديد إن شاء الله في كتاب المجد لنادي القرن النادي الأهلي. أهلا بكم مشاهدينا. وعلى مدار شهر كامل كان نهائي دوري أبطال إفريقيا هو الترند عبر السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة. المباراة اللي بتجمع بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي هتقام إن شاء الله في الساعة 9 من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، هي المباراة الأولى من نوعها لأنها بتجمع فريقين من بلد واحد في نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية الأميرة السمراء كأس دوري أبطال إفريقيا. إن شاء الله بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي. بالمناسبة البطولة كمان بتقام لأول مرة بنظام جديد، مباراة واحدة فقط، ليست كما العادة خلال البطولات السابقة ذهاب وإياب، وبالتالي هي مباراة واحدة. الفائز سيفوز بدوري أبطال إفريقيا وبالمكافأة المالية 2.5 مليون دولار. طبعا نهائي يجمع نادي الأهلي نادي القرن الإفريقي ووصيف نادي القرن في القرن الماضي نادي الزمالك. نهائي استثنائي لأن البطولة الأهلي سبق ليه الفائز أنه دوري أبطال إفريقيا 8 مرات، لكن الزمالك حقق اللقب 5 مرات فقط. لكن هي بطولة محببة لجماهير النادي الأهلي، آخر مرة كان فاز بها النادي الأهلي عام 2013 على أورلاندو بايرتس في ملعب المقاولين العرب بهدفين مقابل لا شيء، وكان آخر بطولة لدوري أبطال إفريقيا عام 2013. صحيح بعدها 2014 كانت الكونفدرالية، لكن 2013 كانت آخر دوري أبطال إفريقي. بشكل عام جميع وسائل السوشيال ميديا ومنصات الرقمية في الفترات الأخيرة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام الكل بيتكلم على هذه المباراة، والبعض وصفها بأنها نهائي القرن. الأوساط الإفريقية، الأوساط الشعبية، الإعلامية، الصحفية، الكل بلا استثناء مهتم جدا بهذه المباراة. لكن صدارة المشهد اللي تمت خلال الفترة الأخيرة كان عنوانها مباراة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي في ختام دوري أبطال إفريقيا. سؤال نهاردة، توقعاتكم للتشكيل. الكل طبعا من النهاردة أو تحديدا من الساعة 5 للـ5 قبل الساعة 9 4 ساعات الكل بيتكلم على التشكيل المتوقع، ممكن بيتسو موسيماني يبدأ بمين. لذلك شاركونا من خلال الإجابة على هذا السؤال عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة الزمالك اليوم أمام نادي الزمالك، قصدي في دوري أبطال إفريقيا والمباراة الختامية، ممكن مين يبدأ هذه المباراة. صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وبالتأكيد هنستعرض كل إجاباتكم معنا النهاردة في ختام الحلقة. لكن سريعا ندخل نشوف أبرز الترندات وعناوين حلقة النهاردة. في ترند قمة إفريقيا، أفريقيا يا أهلي، وكمان في ترند قمة إفريقيا نادي القرن يبحث عن اللقب التاسع في استاد القاهرة، وتعديلات في طاقم تحكيم مباراة النهائي. تفاصيل أكتر بالتأكيد، لكن تابعونا بعد الفاصل وكلام مهم جدا في فقرة ترند ترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند ترند. طبعا في هذه اللحظات يمكن الكل النهارده صحي على فكره تغيير في اطقم التحكيم المتعلقه بمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، ويمكن ده عمل حاله من البلبله عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. يمكن النهارده طبعا الكل صحي عارف مين حكم المباراه والمساعدين والحكم الرابع وحكم تقنيه الفيديو الفار، فخلاص الكل يعني مستعد للمباراة. تحكيميا هيكون الأطقم التحكيمية 1 2 3 4 بما فيهم كمان حكم غرفة التقنية. لكن فجأة ظهرت أنباء وأخبار أن في بعض حالات كورونا كانت موجودة داخل المعسكر أو تحديدا مع طاقم التحكيم، وبالتالي حصل تعديلات. أنا أقول لكم البيان الرسمي اللي صدر من الاتحاد الإفريقي منذ لحظات قليلة، ويمكن قبل ما يطلع البيان الحمد لله كنا محضرين نفسنا بنفس التفاصيل لأن نفس المعاني أو نفس المعلومات اللي توصلنا إليها من خلال هذه الأخبار قبل ما نوصل للبيان الرسمي. لكن الاتحاد الإفريقي قدامكم على الشاشة البيان الرسمي، أعلن اليوم استبعاد المغربي رضوان جيد من إدارة مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا نظرا لإصابته بفيروس
كورونا. وقال الاتحاد الافريقي في بيان نشره اليوم الجمعه: ثبت اصابه رضوان جيد الحكم المعين في البدايه حكما بتقنيه الفيديو المساعد في نهائي دور ابطال افريقيا بفيروس كوفيد 19. وتابع البيان: الحكم الرابع جاني سيكازوي الحكم الزامبي سيحل محل حكم الفيديو المساعد، في حين تم تعيين الحكم المصري ابراهيم نور الدين حكما رابعا. ده البيان الرسمي اللي صدر من الاتحاد الافريقي لكره القدم. طيب حكام مباراه اليوم: حكم الساحه هو مصطفى غربال حكم جزائري، 2 مساعدين من الجزائر، عبد الحق تشالي ده المساعد الاول، ومقرن جيراري هو المساعد الثاني. طاقم التحكيم الجزائري محدد منذ البدايه وجاهزين لمباراه اليوم. طيب الكواليس والمعلومات حول هذا البيان حتى هذه اللحظه بنفس التفاصيل اللي جات لنا من البيان الرسمي، لان بالفعل مصطفى غربال قبل ما يجي للقاهره بحوالي 3 ايام او 4 ايام كان عمل مسحه سلبيه في مطار كازابلانكا. بالمناسبه كمان الطياره كانت اتاخرت شويه لكن عمل المسحه والمسحه طلعت سلبيه، لما وصل مطار القاهره عمل مسحه اخرى قبل ما يدخل للاراضي المصريه والمسحه طلعت سلبيه. المسحه الاخيره اللي اجراها في فندق الاقامه هي اللي اثبتت ان مصاب بفيروس كورونا وبالتالي لن يكون في هذه المباراه. وبالمناسبه لغايه امبارح كان لسه المفاضله ما بين مصطفى غربال ورضوان جيد ممكن مين فيهم يكون حكم ساحه او حكم فار، لكن عموما رضوان جيد الفتره القادمه بيحاول يشوف اذا كانت هناك النتائج الاخرى للتحاليل اللي هيجريها الساعات اللي جايه اثبتت ان هو لسه مصاب بالكورونا، هيحاول يشوف مع السلطات المغربيه كيفيه نقله الى المغرب، لان مرتبط ببعض الارتباطات الخاصه خلال الفتره اللي جايه، لان هو عنده ارتباطات وعنده التزامات في المغرب، فمساله اصابته بالكورونا سببت له كمان قلق لانه عنده ارتباطات مهمه الفتره الجايه فعايز يسافر المغرب خلال الساعات اللي جايه. لكن عموما نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم النهارده واروح بسرعه الى معسكر فريق النادي الاهلي عشان اطمن ايضا كمان على استعدادات الفريق لمباراه القمه امام نادي الزمالك. لذلك في هذه اللحظات انا برحب بزميلي العزيز فاروق صلاح من مقر اقامه فريق النادي الاهلي. مساء الخير يا فاروق ومساء التفاؤل، وان شاء الله باذن الله يكون يوم رائع لكل جمهور النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا محمد، مساء التفاؤل، مساء ان شاء الله مساء الانتصار للنادي الاهلي والحلم الكبير والبطوله الهامه هي بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله يوم يكون حافل بالانتصار، ان شاء الله يكلل بالانتصار وفوز فريق النادي الاهلي بمشيئه الله يا رب على نادي الزمالك وتتويجه بالبطوله رقم 9 باذن الله. طيب قول لي بقى، طبعا خلال الاربع خمس ايام الماضيه كان في غلق تام على معسكر فريق النادي الاهلي، لكن ما لمسته اليوم داخل اجواء المعسكر، الحالة، التفاؤل، المحاضرة إمتى، التحرك إمتى للإستاد، الإجراءات الاحترازية كمان اللي أنت أكيد لمستها أول ما وصلت إلى فندق إقامة فريق النادي الأهلي؟ خليني يا محمد اقول لك فعلا بالفعل يعني المعسكر المغلق للنادي الاهلي يعني تقدر تقول عنوانه التركيز والجديه والثقه والتفاؤل عند لعيبه النادي الاهلي. عايزين نطمن جماهيرنا على حاله لعيبه النادي الاهلي، جميع اللاعبين الموجودين ان شاء الله اي 11 لاعب محمد موجودين في ارض الملعب ان شاء الله قادرين النهارده على اسعاد جماهير النادي الاهلي، وهم عارفين ان هم بيحملوا امال وطموحات اكثر من 80 مليون اهلاوي ان شاء الله يكلل اليوم ان شاء الله بالانتصار. من النقاط الثانيه المهمه محمد هو التشديد على الاجراءات الاحترازيه في النادي الاهلي و عمليات التعقيم اللي بتتم بصوره مستمره في كل ارجاء وفي كل مكان يعني بيبقى فيه متواجد فيه لعيبه النادي الاهلي، سواء في المطعم، سواء في الغرف، سواء في قاعه المحاضرات اللي مستر بيتسو موسيماني بيلقي فيها المحاضرات على اللاعبين. وخليني اقول لك يا محمد ان المحاضرات دي ليست النهارده فقط، يعني الراجل كل يوم كان بيبقى فيه محاضره فنيه للاعيبه النادي الاهلي، يعني مش هنتكلم في نقاط فنيه طبعا، متابعه فريق نادي الزمالك في المباراه الاخيره والوقوف على نقاط القوه والضعف في نادي الزمالك. فالمحاضره الفنيه نقدر نقول حاجات كانت بصوره متكرره على مدار ايام معسكر النادي الاهلي واقامه فريق النادي الاهلي، محاضرات يوميه، الاجراءات الاحترازيه والدور الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الطبي على التشديد على الاجراءات الاحترازيه للاعبين، وده عمليه التعقيم اللي بيقوم بيها افراد المسؤولين في النادي الاهلي، تعقيم للباص الخاص بلعبة النادي الاهلي ايضا، والتعقيم للمطعم زي ما قلنا لقاعه المحاضرات. زي ما قلنا محمد التفاؤل والثقه اللي عند لعبة النادي الاهلي. لو هنتكلم بقى على تفاصيل اليوم النهارده محمد، النهارده كان تناول لاعبي النادي الاهلي وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. المحاضره الفنيه في الوقت اللي انا بكلمك فيه خلال دقائق يعني دقيقتين ثلاثه هيكون دخول لعيبه النادي الاهلي للمحاضره الفنيه، المحاضره الاخيره لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين طبعا
عارف بقى بيبقى بيركز على بعض الامور سواء بقى في الجمل الفنيه الجمل التكتيكيه او الكرات الثابته، بيعلن من خلالها التشكيل اللي هيقود بيه النادي الاهلي ويدخل بيه هذا اللقاء، بيدي بعض التعليمات لبعض اللاعبين، وفي بعض الامور يعني من مع تواجد مستر بيتسو موسيماني المحاضره بتبقى وقتها اطول. يعني النهارده المحاضره في تمام الساعه 5:20، التحرك لملعب المباراه استاد القاهره الدولي هيكون في تمام الساعه 7. مستر بيتسو موسيماني مع تواجده مع النادي الاهلي بدا ان هو يدي وقت اطول للمحاضره الفنيه. زي ما قلنا محمد، الثقه اللي عند لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله وثقه مستمده ونمدها لجمهورنا الكبير جمهور النادي الاهلي، التفاؤل اللي عند اللاعبين، الحاله الفنيه اللي عليها لعيب النادي الاهلي، يعني تقدر تقول يا محمد ان شاء الله يوم يكون مميز وهام لفريق النادي الاهلي يكلل بالانتصار. عندي طيب. برضو نقطه مهمه جدا يا محمد، يعني في سياق برضو في سياق تفاصيلنا ومتابعتنا يعني برضو لقمه الاهلي والزمالك النهارده، كان في قمم يعني اكثر من مباراه قمه بتجمع ما بين الاهلي والزمالك في دوره زد اللي بتقام اليوم، كان في مواجهات ما بين فرق قطاع الناشئين في النادي الاهلي وفرق قطاع الناشئين في نادي الزمالك. فريق النادي الاهلي مواليد 2011 استطاع ان هو يفوز على نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء. فريق النادي الاهلي مواليد 2010 استطاع ان هو يفوز على نادي الزمالك بنتيجه 3 أهداف مقابل هدف. فريق النادي الاهلي مواليد 2008 استطاع ان هو يفوز على نادي الزمالك ب3 أهداف مقابل لا شيء. فريق النادي الاهلي مواليد 2007 تعادل بنتيجه هدف لكل فريق تعادل ايجابي، بينما الهزيمه الوحيده كانت لفريق 2009. تقدر تقول كانت سيطره يعني سيطره حمراء للاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي على مواجهات القمه اليوم. مواجهات القمه اليوم باذن الله. نرجع بقى للفريق زي ما قلت لك، التحرك حاجة ان شاء الله هيكون في تمام الساعه 7. تمام. طيب يعني خلاص كل الامور عندك الحمد لله تسير على ما يرام، الحاله المعنويه جيده باذن الله، لا يتبقى سوى التوفيق في مباراه النهارده. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي، كان معانا على الهواء مباشره من داخل معسكر فريق النادي الاهلي. اخرج لفاصل وتفاصيل اكتر ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. فقره ترند الاهلي فيها كلام مهم جدا اللي هو متعلق بقى بالسوشيال ميديا واللي اتكتب على الاهلي خلال الساعات الاخيره. اول حاجه معانا الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، كتبوا ان خطوه على الحلم قاتلوا من اجل جماهيرنا افريقيا يا اهلي. لسه كمان مع الحساب الرسمي للنادي الاهلي وعلى الانستجرام نشروا صوره لحراس مرمى النادي الاهلي الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وكتبوا جمهوركم بيناديكم اصنعوا المجد بايديكم. طيب كمان من الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي كلام مهم جدا وصوره طبعا معبره عن بيتسو موسيماني، صوره طبعا على الفيسبوك، صوره كاريكاتير لبيتسو موسيماني مع لاعبيه بيعطيهم التعليمات النهائيه قبل المباراه، وهاشتاج افريقيا يا اهلي، وكمان التسعه يا موسيماني، نجمه التسعه يا موسيماني. كمان معانا من يلا كوره، صفحه يلا كوره عملت جرافيك كويس جدا ورائع ما بين 2 لعيبه حسين الشحات ولاعب من نادي الزمالك نحو صراع الفوز باللقب دوري ابطال افريقيا، ومكتوب مغامره واحده اخيره تبقت لفك اسر الاميره الافريقيه، فمن سينجح في الفوز بها. كمان معانا من صفحه في الجول على السوشيال ميديا يمكن رساله طيبه جدا، وتتكلم بقى هنا في رساله قريبه لقلوب الاهلاويه. النهارده 27 نوفمبر 2020، رسالة قريبة لقلوب الأهلوية وجدها بيتسو موسيماني في يوم 27 في نتيجته قبل الليلة المرتقبة. معنى الصورة وانت بتفتح النتيجة النهاردة وبتغير اليوم تاريخ 27 نوفمبر، الحكمة بتاعت النهاردة لن أغادر اليوم حزينا، دعوة للتفاؤل ان شاء الله بيتسو موسيماني ولاعبي النادي الأهلي لن يغادروا ملعب المباراة اليوم ان شاء الله إلا ويكونوا فائزين بدوري أبطال إفريقيا بإذن الله. كمان من السوشيال ميديا صفحة دوري أبطال إفريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حساب الرسمي للكاف على تويتر نشر فيديو عن أبرز لحظات الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية وجماهير الفريقين. طبعا كتبوا مباراة نهائية واحدة، فريقان بطل واحد. هي لحظات تاريخية ما بين 5 دوري أبطال مع الزمالك و8 دوري أبطال مع النادي الأهلي، لكن لحظات تاريخية من أجل الفوز بالأميرة الإفريقية إن شاء الله بإذن الله تكون بطولة تضاف إلى رصيد بطولات النادي الأهلي. لسه مكملين معاكم من خلال صفحات السوشيال ميديا، وكمان عندنا يعني كلام مهم جدا لكن من الحساب الرسمي للاتحاد الدولي فيفا بالعربي. طبعا كتبوا على تويتر قالوا الزمالك والأهلي الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10
بتوقيت مكة المكرمة مكان المباراة استاد القاهرة الدولي. من سيفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟ خالص التمنيات بنهائي ممتع للجماهير وحظ سعيد للفريقين الكبيرين. إن شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي. طيب نكملين مع بعض برضو ويمكن صفحة الاتحاد الرياضي الإماراتي. طبعا الاتحاد الرياضي الإماراتي من المؤسسات الإعلامية الكبيرة جدا في الإمارات العربية المتحدة، بصراحة عاملة شغل مميز جدا ورائع عبر السوشيال ميديا خلال الفترات الأخيرة. النهاردة كان في فيديو مميز جدا عن التالتة شمال بتنتظر لقب الأبطال. الأهلي فارس إفريقيا الأول صاحب التاريخ الرائع يبحث عن اللقب التاسع بدوافع تحطيم الأرقام كما اعتاد في سابق الأعوام. الكل خلف لون واحد من أجل أن تغير إفريقيا اسمها إلى القارة الحمراء. تحية بالتأكيد لكل فريق العمل صانع هذا المحتوى الرائع، صانع هذا التقرير المتميز من التالتة شمال منبع الرجال بطولة الأبطال إن شاء الله. عندنا تفاصيل كتيرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد ونستكمل مع بعض المحتوى اللي موجود على السوشيال ميديا، لأن كمان في توقعات بقى بخصوص التشكيل المتوقع والرؤية الفنية، ويمكن المواقع الرياضية عبر السوشيال ميديا تنبأت واتكلمت على هذه الجزئية. نبدأ مع بعض من التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي إفريقيا من الصفحة الرسمية ليلا كورة على تويتر. شايفين أن التشكيلة الرسمية مش هتخرج عن محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، اثنين مساكين ياسر إبراهيم أيمن أشرف، اثنين وسط ديفندر عمرو السولية حمدي فتحي، أمامهم محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن. طيب الصفحة الرسمية أيضا كمان ليلا كورة لكن على الفيسبوك نشروا أن موسيماني اجتمع بمروان محسن وأليو بادجي لمدة 20 دقيقة واتكلموا على فكرة المحاضرات الفنية والاجتماعات والتعليمات الفنية الأخيرة في مسألة الناحية الهجومية مع مروان محسن وأليو بادجي، وإن شاء الله الاثنين يقدموا أقصى جهد في هذه المباراة. طبعا يلا كورة اتكلم على فكرة ان موسيماني يعني تعليماته الفنية وتعليماته بالنسبة للرأسية الحربة استغلال انصاف الفرص، هذه المباريات بالتأكيد الفرصة فيها مهمة جدا وبتتكررش كتير، فكلها تعليمات بالتأكيد بتبقى مهمة جدا، لكن في النهاية عنصر التوفيق والملعب ان شاء الله يكون فيه تفاصيل تانية تكون اضافة قوية جدا للنادي الاهلي. لكن عشان نتكلم في كل هذه التفاصيل محتاجين بقى نعمل رؤية فنية مختلفة شوية. هنروح إلى الزميل العزيز محمود وحيد سليم محلل أداء نادي الوحدة السعودي، وبالتأكيد هو أحد الشخصيات اللي بدأت هذه الجزئية، جزئية التحليل الرياضي والتحليل الرقمي منذ سنوات طويلة، وإن شاء الله هيكون إضافة قوية جدا معنا في هذه الفقرة. محمود إزايك، مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا محمد، وتحياتي ليك وتحياتي لكل جمهور النادي الأهلي. اولا وحشنا جدا طبعا، انت عامل شغل متميز جدا في نادي الوحده السعودي، خير سفير لينا بصراحه في المملكه العربيه السعوديه، ففي البدايه بوجه لك الاشاده الطيبه على دورك كمصري متمرس في هذه الجزئيه، نتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا ليك، وسعيد جدا طبعا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، ويعني شرف ليا انه اسمي بيتحسب ان انا من ابناء النادي الاهلي مع اني ما كنتش لاعب او حاجه، يعني ليا منصب سابق في النادي غير ان انا اشتغلت فترة في لجنة التعاقدات في النادي. تمام. فده ربط بشكل كبير هنا اسمي بالنادي الأهلي ومكبرني بشكل ما تتخيلوش فعلا يا محمد. تستحق كل خير يا محمود. طيب عايز أتكلم معاك عن التشكيلة المتوقعة، وكنت لسه بستعرض بعض الآراء ووجهات النظر من خلال صفحات السوشيال ميديا ليلا كورة وسوبر كورة، وكل بيتكلم عن التشكيل المتوقع. لغة الأرقام بالنسبة لك ممكن تروح بينا إن التشكيل الرسمي أو المتوقع أو الأقرب يكون في نفس الإطار اللي اتكلمنا عليه؟ بالظبط يا محمد، هو تشكيل النادي الاهلي مش هيختلف كتير، خصوصا كمان انه مستر موسيماني بيتكلم من البدايه ان هو مش حابب يغير كتير في شكل النادي الاهلي، وان هو بيعتمد على الطريقه اللي النادي بيلعب بيها بقاله فتره، مش حابب ان هو يلعب في استقرار الفرقه، بيلعب بنفس الطريقه اللي اللعيبه متعوده عليها، مع انه كان موسيماني نفسه قناعاته الشخصيه ان هو مقتنع بطريقه ثانيه مختلفه عنها شويه، لكن مع الوقت هيبتدي يحط بصمته ويغير في الوقت المناسب، لكن حاليا اعتقد هو هيلعب بنفس التشكيل المتوقع من كل الناس، مش هيغير كتير، هيلعب بنفس اللعيبه، هيعتمد كتير جدا على تحفيز كل لاعب بشكل فردي لدوره في المباراه ويفرجهم فيديوهات كتيره جدا جدا جدا، والموضوع ده يا محمد يعني بيفرق كتير في نفسيه اللاعب لما انت تكون في دماغك وفي مخيلتك خلاص في صوره حقيقيه عن الخصم اللي انت هتقابله، مش الفريق ككل كمان، لا يعني مثلا انا كمحمد هاني انا متاكد ان موسيماني عرض عليه فيديوهات فرديا لبن شرقي كتيره جدا، ازاي بيدخل لجوه، بيدخل فين، هنا بيتصرف ازاي، وجوه شويه بيتصرف ازاي،
قراراته عامله ازاي، يفرج اللاعب، بيخليه يرسم في مخيلته كل حاجه ممكن يقابلها في المباراه، وده بيسهل على اللاعب كتير جدا انه مش هيتفاجئ باي حاجه جوه المباراه. طيب عايز اسالك على جزئيه مهمه تانية، وده له علاقه كمان بالتحليل الرقمي لما تيجي تحط التشكيله الاساسيه، لكن في غياب طرأت بسبب تعرض عدد من اللاعبين لفيروس كورونا. اليو ديانج في النادي الاهلي، مدى تاثيره هذا الغياب؟ حمدي فتحي هيكون موجود مكانه، لكن ده فنيا شايفه ازاي؟ ونفس الامر في الزمالك، تغيير عبد الله جمعه، تغيير يوسف اوباما، وتغيير ايضا كمان يعني لاعب كمان اعتقد محمود الونش في خط الدفاع. اولا فنيا ورقميا على تشكيل كلا الفريقين. خلينا نتكلم على تغيير ديانج، وانا عندي يعني تفصيله مهمه ممكن تكون يعني وش خير لينا زي ما بنقول، انه ديانج لاعب بيكسر الخطوط وبيقطع الخطوط بس بالكوره بدريبلينج، ان هو بيراوغ اللعيبه وبيكسر خطوط المنافس. على الناحيه الثانيه حمدي فتحي لاعب مفيد جدا 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 لموسيماني في مواجهه الفرق اللي هي زي الزمالك وزي الاهلي لما كان في صن داونز، انه بيعتمد كتير جدا لاعب الوسط بتاعه وهو مغمض وهو بظهره للملعب، بيستلم يلف يلعب كره طويله في ظهر الظهيرين بتوع الفريق الثاني، وحمدي فتحي دي من اهم نقاط قوته. فممكن التغيير ده ان شاء الله باذن الله يكون اثره ايجابي جدا على النادي الاهلي، وان حمدي فتحي يعوض جزئيه تفوق ديانج بفكره تانية خالص، وهي التمريرات الطويله القطريه بتاعته في ظهر الدفاع وتحديدا في ظهر ظهيرين الزمالك، وبالتحديد في ظهر اسلام جابر اللي اتفرجت عليه في الشوط الثاني في مواجهه الاسماعيلي لما لعب ظهير ايسر عشان اشوف ايه طريقته وايه الباترن بتاعه في المركز ده. اكتشفت ان اسلام لو الوينج بتاعه اتحرك نزل لتحت في وسط الملعب بيروح معاه، فدي بالنسبه لنا كاجهزه فنيه دي بتبقى يعني زي ما بيقول رزق لينا. ده انت كده جيت لي على انت مصلحه، انا تمام. هخلي اللاعب بتاعي ينزل خطوتين وبعد كده يعمل سبرنت في ظهرك ونلعب له كور طويله. واعتقد موسيماني دارس ده كويس جدا، وان شاء الله باذن الله حمدي فتحي نشوف منه هو وعمرو السوليه لو كل واحد عمل 5 تمريرات من دي، لو اتنين بس يا محمد قدروا ان هم يتظبطوا صح مع تايمينج بتاع تحرك الجناح، او مروان محسن اللي شفناه في الفتره الاخيره بيعمل الكاتس القطعات اللي هي بين قلبين الدفاع والظهيرين بشكل مثالي، أكيد. هنشوف بشكل كبير خطوره كبيره للنادي الاهلي ان شاء الله ونقدر نسجل منها طيب هدف. في المقابل بقى التأثير الأكبر ممكن عبد الله جمعة، يوسف أوباما، محمود الونش، مين غياب، مين اللاعب اللي ممكن يكون غيابه مؤثر لدرجة إن يعمل يعني اختلال في أكتر من مركز؟ انا بشوف من وجهة نظري عبد الله والونش، لان الاثنين في خط واحد، فدي نص قوة خط دفاع الزمالك بتتضرب، وانه في زي ما بنقول الانسجام بيحصل خلل، ان انت بالتغيير ده محمود علاء اللي بيلعب يمين هيلعب شمال، فانت هتغير 3 مراكز من الاربعة بتوع دفاع الزمالك. احنا محمود علاء متعود ان هو بيلعب قلب دفاع ناحية اليمين، هيلعب شمال لان عبد الغني اللي هيلعب يمين، وهيلعب احمد عيد ظهير ايمن، وهيلعب اسلام جابر في الشمال، فيبقى عندك خلل في الثلاثه اللي هو قلبين الدفاع والظهير الايسر، الثلاثه مراكزهم اتغيرت، فده ممكن يعمل خلل كبير جدا للزمالك. كمان بشوف انه غياب عبد الله بالتحديد، عبد الله كان متحفظ الادوار صح من جروس المدير الفني اللي وظفه في المركز ده، كان عارف امتى يطلع من مكانه وامتى يفضل واقف وقافل، بعكس اسلام جابر اللي زي ما قلت لك كتير هيطلع من المكان ده وهيسيب مساحات وهنقدر نشتغل وراه، سواء عن طريق كمان خد بالك قفشه بيقدر يقطع من نص الملعب من العمق يروح للمساحه اللي في الظهر دي، او مروان محسن احيانا، او حسين الشحات انه يعمل فنت لورا وبعدين يروح في ظهره، فهنشوف ده كتير. ان في شاء نقطه الله مهمه بس يا محمد، نختم بيها. اه يا الماتشات محمود دي اتفضل. الماتشات دي تفاصيل بتحسمها، احمد عيد الظهير الايمن للزمالك في مباراه الرجاء لعب 6 رميات تماس بشكل طولي جوه منطقة الجزاء على رأس مصطفى محمد أو فرجاني ساسي. تمام. النقطة دي مهمة جدا جدا، وباشيكو بيعتمد على الحاجات دي بشكل كبير سواء الكرات الطويلة أو الكرات الثابتة، فدي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. محمود أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، وسعيد دايما بظهورك المتميز مع نادي الوحدة السعودي، خير سفير لنا بالتأكيد في دوري المحترفين في السعودية، وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي، ونتكلم مع بعض بعد الماتش ونهني بعض بإذن الله. شكرا لك يا محمود. لا شكرا يا محمد، شكرا والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كان لقاء مهم جدا ومميز مع احد الشباب الواعد والمتميز في هذه الجزئيه، التحليل الفني والرقمي، الاستاذ محمود وحيد سليم، ولحلل اداء فريق الوحده السعودي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع بعض ترند افريقيا بين الاهلي والزمالك في دوري الابطال والنهائي القرن.
اهلا بحضراتكم من جديد، واستكمال ترند الاهلي ترند افريقيا، مباراه النهائي بين الزمالك والاهلي. طيب معايا احصائيه مهمه جدا كان الاتحاد الافريقي لكره القدم من خلال صفحته الرسميه دوري ابطال افريقيا على تويتر، نشر احصائيه عن مواجهات او النتائج اللي تمت ما بين الاهلي والزمالك او نتائجهم في دوري ابطال افريقيا، ولكن ابتداء من دور المجموعات دور ال 16. يعني النادي الاهلي خلال فتره دور المجموعات حتى الوصول للمباراه النهائيه احرز 15 هدف، بينما الزمالك احرز 12 هدف. التسديد على المرمى، الاهلي سدد 43 تسديده على المرمى المنافسين، لكن الزمالك سدد 35 تسديده. الباصات، الاهلي عمل في مجمل مباريات دور المجموعات والسيمي فاينل والكوارتر فاينل 4832 باص مقابل 3960 باص للزمالك. دقة تمريرات الأهلي 80% مقابل 79% للزمالك. قطع الكرات، الأهلي قطع 163 الزمالك 139، والكلين شيت تميز للأهلي 4 مباريات كلين شيت وللزمالك 5 مباريات كلين شيت. لكن محتاجين نطمن برضو ونشوف استعدادات الفروع المختلفة للنادي الأهلي في المقر الرئيسي أو حتى الفروع المختلفة، لكن محتاج أروح وطير إلى فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد مع الزميلة العزيزة مريم سميح. مساء الخير يا مريم، وعايز أطمن منك بقى على الأجواء، وأنا شايف في حضور مميز جدا لأعضاء النادي الأهلي في الفرع في الشيخ زايد. مساء الفل يا محمد، ومساء الفل على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. إن شاء الله كمان يكون مساء الانتصار، ويكون أبطال الأهلي هم أبطال نهائي دوري أبطال إفريقيا زي ما أنت قلت بالظبط يا محمد، زي ما أنت شايف ورايا، لأن فرع الأهلي الشيخ زايد يعني كمان يعني بالنسبة للمساحة ده ساعد على وجود جماهير كبيرة جدا غير كل الأيام الماضية. أجواء استثنائية بصراحة يا محمد، إحنا بصراحة يعني مش قادرة أوصف لك عامل ازاي. في البداية بس عايزة اتكلم سريعا انه احنا اول ما جينا طبعا مبكرا قبل ما نطلع هوا، كان لينا حديث مع اعضاء النادي من كبار السن وكمان من الجيل الوسط، كان بالنسبة لنا كان عبارة عن حديث نوستالجيا، استعادوا معانا اجواء الثمانينيات، اجواء بطولة 82 طبعا برعاية كابتن محمود الخطيب كابتن بيبو، وكمان اجواء بطولة الجيل الذهبي 2005-2006 برعاية مانويل جوزيه. كل الناس كانت بتتكلم على الأجواء دي وعايزين يكرروا ده، لأن احنا من 2013 الأهلي لم يحصل على هذه البطولة، فبالنسبة لهم النهاردة جايين مراهنين رهان كبير قوي علشان يكون الأجيال كلها شهدت على هذه البطولة. زي ما انت سامع ورايا يا محمد كده بالظبط، سامع هزيج واللون الأحمر بإذن الله يكتس النهاردة الأغاني ان شاء الله يا محمد. وطبعا بتمنى لكل الناس ان احنا نفوز النهارده، وبتمنى ان ابطال النادي الاهلي يرفعوا راسنا فوق عليا، لان بصراحه الجمهور خاصه هنا في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد مراهنين عليهم رهان كبير جدا جدا. طيب اخر سؤال سريعا يا مريم، واضح ان في اجراءات الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي استعدت لهذه المباراه، يعني شايف ممكن يكون في شاشه عملاقه، مساحه ممكن تكون متاحه للاعضاء عشان يتابعوا المباراه بشكل طيب. بالظبط يا محمد، انا كنت عايزه اتكلم عن الموضوع ده سريعا يا مريم. من يعني كثافه الاقبال، على الرغم من كثافه الاقبال وعلى الرغم من الاعضاء النهارده اكتر من اي يوم تاني او من اي يوم مضى، الا ان القائمين على النادي حاولوا بقدر الامكان ان هم يحافظوا على يعني مش هنقول التباعد الاجتماعي، ولكن على تطبيق الاجراءات الاحترازيه. كمان الاعضاء مساعدينهم بشكل كبير جدا، زي ما انت شايف في عدد كبير قوي ملتزمين بارتداء الكمامات، وده ساعد القائمين على النادي ان هم يطبقوا كل الإجراءات. شكرا جزيلا لمريم سميح زميلة العزيزة ومراسلة قناة النادي الأهلي من فرع الشيخ زايد، ادتنا صورة طيبة جدا على متابعة هذه المباراة من داخل الفرع. لكن نروح لمشاركات الجماهير، وطبعا وقتنا بيجري معاكم بسرعة، وتوقعاتهم للتشكيل. محمد مجاهد بيقول الشناوي، هاني، أيمن، أشرف، ياسر، إبراهيم، معلول، والسلية، فتحي، والشحات، وأفشة، وأجايي، ومروان محسن. وائل حسن بيقول التشكيل المتوقع الشناوي، هاني، أيمن، أشرف، ياسر، معلول، حمدي فتحي، السلية، الشحات، أفشة، أجايي، بجي. طبعا أحمد عبد المحسن بيقول لا تشكيل متوقع، موسيماني يعمل اللي هو عاوزه. والله يا أحمد أنت جبت من الآخر، أي 11 بإذن الله يكونوا موجودين في المباراة إن شاء الله هيكونوا جاهزين لمباراة اليوم. لا ينقصنا اليوم سوى التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الكل اجتهد، الكل اشتغل، موسم كان طويل جدا إفريقيا ومحليا،
لكن في النهاية التوفيق من عند ربنا، نشتغل ونتعب ونعمل مباراة كبيرة، وفي النهاية اللي ربنا كاتبه هيكون بإذن الله، ويا رب بإذن الله النهاردة تكون الفرحة أهلوية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.